اهلا بحضراتكم من جديد. والماضي يولد الان. استعرضنا قبل الفاصل بعض الحالات اللي هنقف معاها مع حضراتكم اللي كشفت عن سر تميز النادي الاهلي واللي خلاه بالشكل اللي الفيفا نفسه سجل الملاحظه كبيره ايجابيه على النادي الاهلي مؤخرا. بس لما يكون سنه 28 يعني اللي بتندهشوا دلوقتي سنه 28 يا باشمهندس كنت واعي انت الكلام ده. انا عشته لا ما كنت غايب يوميها. طيب عموما انا قلت لكم على كلام يعجبكم وكلام يسعدكم قبل الفاصل. يسعدنا جدا ان يكون معنا على الهاتف الكابتن ميثم عادل، نجم الكرة العراقية، نجم المنتخب العراقي، نجم الإمارات الإماراتي، نجم الشرطة العراقي، والمدرب المحلل والناقد والراصد لأحداث الأهلي والكرة العربية. كابتن ميثم مساء الخير. مساء النور أستاذ، كيف الحال؟ أهلا بيك. إن شاء الله بخير. أهلا بيك، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي وتحيات كل جماهير الأهلي الحقيقة ليك. الله يسلمك أستاذ إبراهيم، وأنا أشرف بوجودي إياكم أنت والمهندس عدلي، وأنتم أشهر من نار على علم طبعاً. وتحية لجمهورنا الكريم في مصر العروبة، مصر الحضارة، مصر التاريخ، اللي هي لا زالت هي منارة لكل أركان الدول العربية ولكل أركان الحضارة العربية الموجودة. وإحنا امتداد طبعا، العراق ومصر امتداد في التاريخ وفي الحضارة وفي طبعاً كل شيء. طبعا أنتوا أهل طبعاً ثقافة وأهل تراث. كابتن ميثم، يعني لفت نظري أنك حافظ لتاريخ النادي الأهلي والمواقفه وكأنك تعيش تفاصيله، يعني ايه السر؟ اني مو نعم اني استاذ العزيز مو حافظ، يعني بس انوه لك على نقطه. اني امتلك هاي الروح اللي كان عليها النادي الاهلي، لان هي علمت الاخرين معنى القيم والمبادئ. يمكن اللي يحفظ غير مما يعيش الحاله نفسها. النادي الاهلي عندما نتكلم اليوم عن قيم النادي الاهلي، احنا ما نتكلم بشكل انشائي او للاستهلاك الاعلامي فقط، انما هو حقيقه يفرضها الواقع والتاريخ. ونحن استشهدنا وانتم استشهدتوا، وهذا كلامكم كله كان عن هذا الموضوع، باحداث على مر العصور ناقلتها الاجيال بعد اجيال. طبعا يا استاذ العزيز، النادي الاهلي من وجهه نظري، وكنا هاي احنا نعرفها حتى من كنت العب في نادي الشرطه العراقي، يعني تعرف انت العراق امتداد لمصر ومصر طبعاً امتداد للعراق. النادي الاهلي نعم بالتاكيد، النادي الاهلي تركيبه فريده ومختلفه عن كل الانديه الموجوده حتى في المنطقه العربيه وحتى في العالم. يعني هذا يمكن كلام مبالغ فيه في بعض الناس، لا، بس اني مؤمن في هذه المساله، لان هاي التركيبه يا استاذ العزيز دائما ما تكون بسيطه لمن يفهمها ويمتزج مع ثوابتها، ومعقده جدا، معقده جدا لمن لا يعرف كنها افكارها ومغازي ثقافتها، لانها بطبيعتها راح تكون صعبه جدا عليه، وبالتالي راح توديه الى انفاق ودهاليز غير محموده العواقب، تؤثر عليه كثيرا في حياته المهنيه او شعبيته مع الجمهور والناس في الشارع الرياضي. وطبعا دائما ما يخرج الاهلي منتصرا في النهايه، والاخر هو الخاسر الاكبر، وهذا ما اثبتته الايام وما اثبته الزمن طبعا. كان والله دائما بيتقال يا كابتن ميثم مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق تقرا، فلا ده مصر صحيح. مصر بتلعب والعراق بترصد وبتتابع الحقيقه، يعني انا بحييك. طيب هل الحاله اللي انت راصد الاهلي عليها دي تخصك شخصيا، ولا انت لامس ان دي حاله عند قطاع كبير من يعني هواة الكره والرياضه في العراق؟ يعني الاهلي معلم داخل الشارع العراقي وله مريدي زي ما بيقولوا، ولا دي حاله فرديه نابعه من ثقافه شخصيه؟ شوف صحيح، هي الحاله هذه الحاله ممزوجه ما بين اللي ذكرته انت استاذ العزيز، لكن احنا خلينا نرجع الى تاثير الاهلي في المجتمع العربي الكروي. انت اليوم لما نجي احنا لكل الانديه المسمات بالاهلي المصري في كل الدول العربيه، هذا المسمى ما يجب بشكل اعتباطي، هذا التاثير ليس رياضي او كروي فقط في المجتمع، سواء في المجتمع المصري او في المجتمع العربي، انما هو تاثير تاريخي وحضاري وجغرافي وحتى سياسي، وهذا هو اللي بدليل ان كل الانديه هذه سميت تيمنا وارتباطا وامتزاجا بالقلعه الحمراء اللي هي الاهلي المصري. اذا في النهايه نحن يعني ما لم نتكلم بغير الواقع،
وهاي الحالة موجودة وملموسة سواء في الشارع الرياضي العراقي أو سواء في الشارع الرياضي العربي أو سواء عندنا. أنت اليوم لما نتكلم إحنا عن العمالقة في كل المجالات بالنسبة لإخواننا المصريين، نتكلم عن سعد زغلول مثلاً، نتكلم عن أحمد عرابي، نتكلم عن مثلاً عبد الناصر الله يرحمهم إن شاء الله. إحنا من نتكلم على هؤلاء الناس ما نتكلم بس عن تاريخهم وما عملوه، لا، نتكلم عن الروح اللي كانوا يمتلكوها وكيف هاي الروح اثرت في المجتمع العربي. احنا نفس الحاله، الحاله الكرويه هي ايضا مرتبطه في كل النواحي الاجتماعيه الموجوده في كل الحالات الاخرى، واليوم الرياضه تاثيرها يكون اكثر. فبالتاكيد احنا لما نيجي اليوم وفي الفتره اللي كنت انا اعيشها كلاعب، اكيد راح من استلهم القيم؟ استلهم القيم من هاي الانديه الكبيره، من هاي الانديه العريقه اللي اثرت في المجتمع العربي. هذا هو الموضوع الاستاذ العزيز. صحيح. الله يحفظ مصر ان شاء الله، يا رب ان شاء الله، ويحفظ العراق ودايما وابدا تكونوا في احسن حال. كابتن ميثم، وانت راجل مدرب بقى وبتتحدث عن التاثير، كراجل مدرب ازاي شايف ان كل قرار تربوي قوي يتاخد بحق لاعب مهم يكون له تاثير فني ايجابي؟ لانك زي ما انت رددت ان في كل موقف الاهلي انتصر فيه للمبدا تفوق وحقق المكسب بالبطوله، انت كمدرب ازاي فرقتك ينقصها لاعب مهم لكن تقدر تحقق هدفها؟ عايز اثر يعني ميثم عادل المدرب بقى. شوف استاذ ابراهيم العزيز الله يحفظك ان شاء الله. تفضل. انا كنت اتمنى او بدايه كنت اتمنى من اللاعب العزيز محمود كهربا اللي ما حد يشك بامكانياته قبل قراءته لبنود عقده مع النادي الاهلي ان يقرا عقد النادي الاهلي مع الثوابت والمفاهيم الاخلاقيه عبر العصور، لكان اختصر عليه الزمن والمسافة ولم يقع في المحظور وعرف أن النجم الوحيد هو الأهلي نفسه. وأنا طبعاً ما أريد أعدد وأكرر ما قلته في يعني في أكثر من مناسبة حول هذا الموضوع. أي. لكن طبعاً في موضوع آخر أيضاً، اليوم أنت تعرف وسائل التواصل الاجتماعي والأمور متوفرة بطريقة سهلة جداً. صالح جمعة أقرب اليوم مثال في التاريخ الحديث، يعني صحيح. احنا نتكلم اليوم عن حسين حجازي وما فعلوه في زمن الأستاذ عبد الخالق ثروة الله رحمه أو إلى آخره. نحن نتكلم اليوم في العصر الحالي. أين صالح جمعة اليوم؟ لماذا اليوم هذا اللاعب اللي كان على قدر كبير من الإمكانيات الفنية وين اليوم؟ لو كان اليوم محمود كهربا اللاعب العزيز اللي أنا أحترم إمكانياته الفنية وأحترم وقدره لكان عرف أن النادي الأهلي مختلف تماما. النادي الأهلي لا يحترف بالنجوم، ليس النادي الأهلي هو النجم. وأعطيك بعد مسألة أكبر، النادي الأهلي كل قراراته هي عبارة عن مهر لجمهوره. الجمهور الأهلي دائما ما يقف مع النادي الأهلي، لا، قلة قليلة تعارض هذه القرارات ثم تقتنع. وطبعا هذا بسبب ثقافة هذا الجمهور. لا أتكلم عن الشهادة، الشهادة تثبت أنك متعلم ولكن لا تثبت أنك تفهم. إذا الجمهور النادي الأهلي هو من يملك هذا النادي، وبالتالي قرارات الإدارة كلها بدون استثناء في كل تاريخ النادي الأهلي كلها موثقة وملتزم فيها جمهور الأهلي. وبالتالي قوة الإدارة اليوم وقوة هذا الكيان يأخذها من الشارع، من جمهوره. وهذا هو الفرق بين الأندية الباقية والنادي الأهلي المصري. هم يعتقدون أن النجم اليوم يستطيع التحكم بكل شيء، لكن هذا ليس موجودا في الأهلي. وأعطيك بس نقطة لا تسمح لي فيها أستاذ العزيز. نقطة مهمة جدا. شوف، سمعت أنا حديثكم القيم أن بعض الجماهير الأخرى تلوم النادي الأهلي على أنها تعاقدت مع هذا اللاعب لأن هذا اللاعب صاحب مشاكل قبل أن يأتي للأهلي. احنا لماذا لا نشوف الامور من الناحيه الاخرى؟ حتى في هاي الناحيه اقول لهم انا ان الاهلي منتصرا، ان الاهلي منتصر. لماذا؟ لان واجبه الاخلاقي كان عليه حمايه اللاعب من الناحيه الوطنيه. الاهلي عندما اتى بهذا اللاعب وهو كل ازمات حاول ان يعيد صياغه هذا اللاعب، لان هذا اللاعب مهم للمنتخب. لماذا لا نتكلم بهذا الموضوع ايضا؟ لماذا لا نقول ان الاهلي من واجبه الوطني والاخلاقي ان يحمي اللاعب المصري الكفوء فنيا ويعيد صياغته للواجهه؟ لماذا لا نقول هذا الكلام؟ لمصلحه المنتخب طبعا، على هذا الموضوع. هذا اللي اريد اقوله. فمن كل النواحي، من كل النواحي، سواء كنت مدربا، كنت اداريا، كنت منتنيا لهذا النادي، الكيان هو المنتصر، واللاعب اللي يخرج عن خارج هذه المبادئ او خارج هذا السور هو دائما يعيش في الظل ويعيش وحيدا بكل اسف. توقعاتك الفنيه بقى لمباراه السبت الاهلي وفيتا؟
والله انا توقعت، شوف بس اقول لك شغله، ما عجبني المستوى في مباراه، طبعا مباراه سيمبا خلي نتجاوزها، خلي المباراه الاخيره اللي شفتها مع طلاع الجيش ما عجبني المستوى رغم الفوز هذا. في امور فنيه لازم السيد موسيماني ان يعيد حساباته فيها، يعطي دور كبير لأفشا. أفشا كان يخرج خارج المنطقة اللي هو يجيدها، كان يذهب إلى الجانب ولا الأطراف، وهي عملية تكتيكية شوية معقدة وصعبة في ظل ظروف يعيشها النادي الأهلي بعد مباراة سيمبا. كان الأمور لابد أن تكون بشكل أكثر مرونة تكتيكية، وأن يعمل موسيماني على معالجة كل الأخطاء. أفشا لاعب مهم جدا، عليه أن يعطى دور كبير، عليه أن يكون هو بمثابة البلاي ميكر أو صانع اللعب، وأن لا يخرج على الأطراف كثيرا، لأنه عندما يخرج هذا الأطراف على الأطراف كثيرا سيفقد كثير من إمكانياته، وسيؤثر كثيرا على قيمة الفريق الأهلاوي من الناحية التكتيكية والفنية. أنا أعتقد على موسيماني نعيد أفكاره في هذه المباراة. أنت بتكرر الكلام اللي أنا بتناقش فيه مع المهندس عدلي في خصوص أفشة. فأنت متابعنا فنيا ما شاء الله عليك. حبيبي حبيبي والله. تدري المدربين لازم نكون يعني ملمين في هذه الأمور. أنا شفت المباراة بشكل يعني بشكل بإسهاب كثير، يعني مباراة طلع الجيش الأخيرة يعني اللي فاز بها الأهلي 2-1. إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن بإذن الله، ونسعد بمتابعتك وبتواصلك معنا دائما يا كابتن ميثم. إن شاء الله يشرفني هذا الشيء، وأنا أعتز بكم وأعتز بهاي القناة الجميلة، وتقديمكم وطراكم إلي يعني فاق التوقع، وشكرا جزيلا لكم. وأنا لا أستحق هذا الشيء يعني. لا لا تستحق كل التقدير والتحية والشكر يا كابتن. شكرا جزيلا للكابتن ميثم عادل نجم الكرة العراقية والمدرب والمحلل، والحقيقة يعني ما شاء الله باشمهندس حد راصد ومتابع بشكل جيد. وبعدين شوف بقى يتوقف عند نقط مهمة جدا، الواحد ما كانش عايز بقى يقعد يتكلم في تفاصيل دقيقة هو ذكرها. يعني هم بيجي يقول لك ايه، شوف ثقته في النادي الأهلي وفي دور النادي الأهلي وفي قدرة النادي الأهلي على انه هيئ مناخ يظبط بيه أداء لاعب مهم للمنتخبات. فقال لك بصوا ان النادي الاهلي خد اللعيب ده عشان، وده احنا اشرنا اليه بطريقه ثانيه لما قلت لك هو كان عايز يحط كهرباء في مناخ ينجحه اكتر ويقضي على سلبياته. ايوه اتعشم ان كهرباء يتوقف امام كل الكلام ده ويسمعه ويضربه في الخلاط كده ويخرج لنا كهرباء جديد نستمتع بيه كلنا باذن الله، ويبقى العنصر المؤثر اللي كلنا بننتظره يعني.